طلبت سنة ثالثة إجازة الترجمة السداسي الأول يقروا 6 وحدات يتكونوا كلهم من 12 مادة مختلفة. الوحدة الأولى اسمها مبادئ في الترجمة غير التحريرية وفيها 2 مواد، ترجمة بادر آ يعني من الإنجليزية العربية وآذر بي يعني من العربية للإنجليزية. الزوز مواد هذم يتقروا كل مادة فيهم ساعة كل ساعة أسبوعيا ويتعدوا كل مادة منهم فرض مراقبة خلال السداسي فقط. الوحدة الثانية اسمها ترجمة مختصة 2 قانونية وإدارية وفيها 2 مواد، ترجمة بادر آ يعني من الإنجليزية العربية وترجمة سيفر بي يعني من الفرنسية إلى الإنجليزية. الزوز مواد هذم يتقروا كل مادة فيهم 2 ساعات أسبوعيا ويتعدوا وفق نظام الامتحانات المزدوج يعني فرض خلال السداسي ومعه امتحان نهائي في الدورة الرئيسية للامتحانات. الوحدة الثالثة اسمها ترجمة مختصة 3 علمية وتقنية وفيها 2 مواد، ترجمة بادر آ يعني من الإنجليزية العربية، ترجمة سيفر دي يعني من الفرنسية الإنجليزية. كيف 2 مواد هذم يتقروا كل مادة فيهم 2 ساعات أسبوعيا ويتعدوا وقت نظام الامتحانات المزدوج يعني فرض خلال السداسي ومعه امتحان نهائي في الدورة الرئيسية للامتحانات. الوحدة الرابعة اسمها سيونس أنكس 5 وفيها 2 مواد، المادة الأولى اسمها نظريات الترجمة تتقرر 2 ساعات أسبوعيا تتعدى وفق نظام الامتحانات المزدوج يعني فرض خلال السداسي مع امتحان نهائي الدورة الرئيسية للامتحانات. المادة الثانية الوحدة هذه اسمها منهجية البحث تتقرر 2 ساعات أسبوعيا تتعدى فرض مراقبة خلال السداسي فقط. الوحدة الخامسة اسمها أفقية وفيها 2 مواد، المادة الأولى اسمها تحليل الخطاب، المادة الثانية اسمها انتركولتوراليتي و ميدياسيون كولتورال. الزوج مواد هذول يتقروا كل مادة فيهم 2 ساعات أسبوعيا ويتعدوا كل مادة منهم فرض مراقبة خلال السداسي فقط. الوحدة الثالثة اسمها اختيارية 3 وفيها 2 مواد، المادة الأولى اسمها جيستيون دو بروجي والمادة الثانية اسمها لونجاج دي سينيور. الزوج مواد هذول يتقروا كل مادة منهم 2 ساعات أسبوعيا ويتعدوا كل مادة منهم فرض مراقبة خلال السداسي فقط. حتى نكون شفنا مع بعضنا المواد اللي يقروهم طلبة سنة ثالثة إجازة في الترجمة في السداسي الأول ومعاهم طريقة الامتحان.